هلا مشاهدينا رح ننتقل لفقرتنا الطبيه، وخصوصا بالاونه الاخيره شهدت الساحه الطبيه تطور كبير بعلاج الامراض العينيه المختلفه، وعلى راسها اعتلال الشبكه السكري واعتلال اللطخه الشيخي. أكيد عفاف، ويعتبر الحقن داخل العين من أهم العلاجات اللي تؤثر بشكل مباشر على المناطق المتضررة داخل العين وتحديدا في شبكية العين. اليوم رح نحكي عن هاي التقنية وعن كيفية استخدامها وما هي الحالات التي تستخدم فيها أو لا تستخدم فيها وكل التفاصيل، مع طبعا ضيفنا بالاستوديو الدكتور باسل إبراهيم اختصاصي في أمراض العين. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. صباح النور، يا أهلا فيكم. الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم يا بداية رب. خلينا نتعرف على آلية الحقن بالعلاج بالعين، يعني هي تقنية جديدة وممكن الشخص أول ما يسمع هيك يخاف شوي أو ما يعرف تفاصيل عنها، خلينا نتعرف. تمام. هلأ للأمانة بس بدي نوه أنا على موضوع أنه إحنا الحقن اللي رح نحكي عنه اليوم هو الحقن داخل الزجاجي لأغراض طبية علاجية. أنا ما حأحكي عن حقن بعض المواد مثل الفيلر أو بوتوكس لأغراض تجميلية، وما حأحكي عن حقن الكورتيزون حول العين أو خلف العين كمان لأغراض علاجية. كلامنا اليوم حيكون عن الحقن داخل الزجاجي لأغراض طبية علاجية عن مرضى اعتلال الشبكية السكري، عن مرضى الحسر العالي، عن مرضى اعتلال اللطخ الشيخي. أنا المشكلة اللي عندي بهدول المرضى هي صايرة بمنطقة اللطخة الصفراء. أنا لحتى أضمن وصول كافي للمادة الدوائية وفعال وسريع وآمن، أنا لابد من أنه أنا أوصل المادة الدوائية لمكان قريب جدا من منطقة اللطخة الصفراء. هاي الطريقة ما بتتم لا عن طريق حقن وريدي أو حقن عضلي أو أطرات أو مراهم أو حبوب، لأنه هاي المادة الدوائية توافرها جوات العين عن طريق الحب أو عن طريق الجهازي حيكون كتير قليل داخل العين، فأنا ما حيعطيني الفائدة المرجوة. فلذلك اخترعت هاي الطريقة، طبعا هي طريقة قديمة يعني بأواخر التسعينات أول الألفينات لبلشت تشيع، فهي بس مشان تضمن لي أنا أنه أنا وصل المادة الدوائية بشكل كافي وفعال لداخل العين. طبعا هو الموضوع دقيق حساس، ولكن هو موضوع أبدا ما بيخوف. هو الموضوع كان من زمان يجرى بالعيادات، ولكن هلأ بسبب يعني التجرسم الكتير اللي عم بصير وبسبب السلالات الجرثومية المعندة صار يلزم غرفة عمليات، ولا هو كان الإجراء بسيط وآمن، نحكي عن طريقته بعد شوي إن شاء الله رب العالمين. طيب دكتور، خلينا نعرف أكثر اليوم استطبابات الحقن الزجاجي. يمكن حضرتك قلت في بعض الأمراض المعينة اللي هو يستخدم فيها ولا يستخدم بأخرى، فكيف بنحدد بالتفصيل؟ أهم الاستطبابات للحقن داخل الزجاجي هي التالي. أولا الارتشاح الشبكية أو النزف اللي بصير ضمن الشبكية بمركز الأبصار. معلومنا إحنا في عنا علاجات سابقة بالليزر، لكن الليزر بالنسبة للآفات اللي صايرة بمركز الأبصار غير ممكنة، لأنه إحنا إذا عملنا ليزر بمركز الأبصار تفقد الرؤية مباشرة. فلذلك الآفات الارتشاحات اللي بتصير بسبب تقدم العمر أو بسبب اعتلال اللطخ الشيخي إحنا بنسميه نزف بمركز الأبصار، هي واحدة من الاستطبابات. الاستطباب الثاني لما يكون إحنا في عنا ضعف بجدر الأوعية الدموية بمركز اللطخ الصفراء عند مرضى اعتلال الشبكية السكري، بصير في عنا ارتشاح، بصير في عنا وزمة باللطخة الصفراء، هذا واحد كمان من الاستطبابات. المرضى اللي في عندهم حسر عالي، في عندهم نقص عالي، كمان هدول المرضى بصير في عندهم تمطط بالشبكية، وبصير في عندنا احنا كمان الأوعية الدموية كمان بتكون ضعيفة شوي، فممكن تنزف في مركز اللطخة، كمان هذا واحد من الاستطبابات. بعض المرضى اللي بصير في عندهم انسداد بالوريد الشبكي المركزي أو بنسميه احنا الجلطة داخل العين، كمان هي ممكن تعمل ارتشاح في مركز اللطخة. كل هاي الآفات إذا احنا حكينا يعني لاحظنا هي مشمولة بمركز اللطخة الصفراء، اللي هي الآفات اللي ما ممكن احنا نعالجها عن طريق الليزر، ليزر الأرجون الأخضر اللي حكينا عنه باللقاء الماضي، لأنه احنا أي إجراء ليزري لمنطقة اللطخة الصفراء أو مركز اللطخة الصفراء ممكن لا سمح الله يؤدي لفقدان البصر، فهي هي أهم الاستطبابات اللي عم بتصير. طبعا في عنا أنواع كتير من الحقن، أهم الحقن اللي إحنا بنستخدمها هي مواد إحنا بنسميها مضاد عوامل نمو بطانة الأوعية، أو بنسميها إحنا اختصارا أنتي فيجف. هي المواد أول ما بلش استخدامها مثل ما حكينا بآخر التسعينات أول الألفينات بمؤسسة كوكرين بكندا. كان في مرضى، طبعا هي مؤسسة بتعنى بعلاج الأورام عند المرضى كبار السن، فهدول المرضى كانوا عم بياخذوا مادة اسمها أفاستن. هي المادة حسوا المرضى إنه بعد فترة من استخدامها عم يتحسن نظره، فاجوا عملوا يعني دراسه عينيه لهالموضوع لبعض المرضى اللي ما اخذوا هي الحقنه، وبعض المرضى اللي اخذوا كذا علاج كذا جرعه دوائيه، فلقوا انه منطقه اللطخه الصفراء عم تتحسن فيها تنكس اللطخه البقعي اللي عم بصير عند المرضى كبار السن. بلشت الدراسات من هذاك الوقت، وبلشت بقى اجيال الانتي فيجيف تنزل واحدة ورا الثانيه، وهلا صار في عنا عده اجيال من الافاستين، من الايليا، من الاسنتوس، من الفابيزمو، هي الاخر حقنه نزلت، بالإضافة لمواد الكورتيزونية اللي تحقن أحياناً داخل العين مثل التريامسينولون، مثل الدكساميتازون.
ميزتها هي انه بتطول فتره اطول، يعني احنا هدول الابر الانتي في جيف بتطول تقريبا شي شهر شهر ونص، يعني لاربع لست اسابيع. اما مواد الكورتيزون احيانا بتضل بين 3 و6 شهور، ولكن بقى مشكلتها انه هي ممكن ترفع ضغط العين، ممكن تعمل مي بيضاء، فلذلك هي بتضل محصوره لفئات معينه، فهي هي المواد اللي احنا بالعاده بنحقنها داخل الزجاج. اوكي دكتور، هلا قبل ما الشخص يلجا للحقن داخل الزجاجه بالعين اكيد لازم يكون عنده يعمل شويه فحوصات قبل وبعد، خلينا نتعرف عليه. اكيد هلا احنا دائما قبل ما نعمل اي حقنه لاي مريض لازم المريض يكون مدروس بشكل جيد، يعني انا المريض لازم اشوف له ضغط عينه، لازم اشوف له الاقسام الاماميه بعينه، لازم اتاكد انه ما في عندنا حاله التهابيه فعاله بالعين، لانه بتكون مضاد استطباب لاجراء اي حقنه مشان ما يصير في عندي انتان داخل العين. بالاضافه للفحوصات اللي بتتم بالعياده، انا بعمل فحصين اساسيين لمرضى الشبكيه، هن اول شيء فحص الاو سي تي او التصوير الطبقي المحوسب، هذا بيعطيني سماكه اللطخة الصفراء، بيعطيني سماكه طبقات الشبكيه وانه في عندي ارتشاح، في عندي نزف، في عندي سوائل ضمن منطقه الشبكيه. طبعا هذا الموضوع بفيد لغايتين، الغايه الاولى هو تحديد استطباب العلاج، والغايه الثانيه انا لما بدي اعطي المريض حقنه بدي تابعه، فبدي اشوف انا انه استفاد على الحقن ولا ما استفاد عن طريق صوره الاو سي تي. يعني انا مثل ما حكينا انه الابر تقريبا بين شهر وشهر ونص بتنعطى، انا بدي تابع المريض بصوره الاو سي تي بين كل حقنه والثانيه لحتى انا اشوف استفاد يا ترى، ما استفاد نهائيا، ممكن انا ابدل على جيل ثاني وهكذا. عندنا فحص ثاني ضروري هو بنسميه تصوير شبكيه الظليل، هي عباره عن صوره ظليليه لحتى انا اشوف الترويه الدمويه بمنطقه الشبكيه ومنطقه اللطخه الصفراء بالتحديد، لانه لما يكون في عندي نقص ترويه فهذا بيعني لي شغلتين، اول شيء انه المريض تحسن تبعه حيكون قليل على الحقن لانه منطقه ما فيها دم ما فيها ترويه لحتى انا اقدر احسن الرؤيه، والقضيه الثانيه انه ممكن نحتاج علاجات اضافيه اللي هي الارجون ليزر، الارجون الاخضر يعني. فلذلك هي الفحوصات، واي حقن بيتم بدون هالاستقصاءات راح يكون حقن للامانه ماله يعني ماله ناجح او ماله دقيق. اكيد. طيب دكتور، بما انه حضرتك حكيت انه نحن في كثير استطبابات عم نستخدم فيها الحقن الزجاجي، ولكن هل يعتبر هو حل نهائي لهي الاستطبابات ام نحن بحاجه دائما معه لعلاج خلينا نقول بيرفع سويه عمله، بحافظ على سويه عمله اذا ما كان لوحده كافي؟ تمام، سؤال كثير مهم ومنصادفه كثير عندنا بالعيادات الشبكيه. هلا للامانه الحقن داخل الزجاجي هو واحد من الخيارات العلاجيه يلي عم بتتم، ولكن انا باكد دائما للمريض اول ما يجي لعندي انه انت في عندك حاله مرضيه مزمنه، سواء كان مريض سكر او كان تقدم بالعمر او كان في عنده حسر عالي، فرح يضل الحاله تتغير يعني. تماما، الحاله المرضيه بدها تضل دائما مستمره، عندنا دائما الامراضيات او الاليه الامراضيه بدها تضل مستمره عند هذا المريض، وفي احتمال انا احتاج لعلاج مستمر او متكرر بين كل فتره والتانية. الشيء اللي بقوله للمريض بالبدايه خلينا نتفق انا وياك على اساسيات، علاجك مرهون بتعاون منك، يعني مريض سكر في عنده السكر وفي عنده عوامل خطورة تانية، يعني احنا مثل ما ذكرنا بالحلقة عن اعتلال شبكية السكري، في عندنا مرضى الضغط، في عندنا مرضى القصور الكلوي، مرضى فقر الدم، مرضى المدخنين، مرضى الشحم والكوليسترول، هدول كلياتهم بيسيئوا لاعتلال الشبكية السكري، فأنا ما لي منطق إنه أعطي المريض أو أعمل للمريض حقن والمريض يكون سكره 400 500 او خضابه السكري يكون 10 او 12، بكون أنا عم بعطي الإبرة من هون كأنه عم حطها بالمغسلة، ما عم استفيد منها نهائيا. فلازم كثير انا نوه للمريض ونبه المريض انه انا علاجي بدون تعاون منك هو 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 ناقص للامانه وما حيعطي النتيجه المطلوبه. طبعا في عندي بس بعض الامور اللي المرضى احيانا بيشكوا منها، انه دكتور انا اخذت السنه الماضيه اخذت ابره، طيب هلا انت عم تقلي بدي ابره ليش؟ ببساطه احنا عم نعالج الاليه الامراضيه ونعالج المرض والمشاكل المرضيه عندك بهي اللحظه بالذات بسبب هي الاليه المرضيه بالذات، وكون الاليه المرضيه مثل ما حكينا انه هي اليه مزمنه، فإذا ما التزم بضبط الضغط والسكر وعوامل الخطورة هي الوزمة نفسها تتحسن، ولكن بترد بتنكس مرة تانية لأنه الآلية لساتها موجودة. فأنا كتير بقول أنه المريض مجرد ما حافظ على يعني السكر تبعه على عوامل الخطورة، خفف كتير تدخين، ضبط شحوم كوليسترول، بالنسبة للمرضى اللي في عندهم اعتلال لطخة شيخي خفف التدخين كتير، هي الأمور كلها أمور مساعدة لحتى نحصل إحنا على نتيجة كويسة بالحقن داخل الزجاجي. غير هيك النتيجة أكيد دائما رح تكون ناقصة وممكن يحتاج العلاج لتكرار أكثر من مرة. طيب دكتور، في كثير أشخاص بتخاف من موضوع يعني إبرة بقلب العين وحقن بقلب العين، ممكن هون في ناس حتى ممكن عندهم فوبيا يعني مزبوط ما ممكن يتجرأوا، في داعي لهذا الخوف؟ هي آمنة بشكل
التخدير يعني طبيعي ولا بيصير في تخدير او كيف بتكون؟ تمام، هلا هو آلية الحقن داخل الزجاجة هي آلية بسيطة جدا، مثل ما حكينا من زمان كان يتم بالعيادات، هلا صار يتم ب يعني غرف عمليات مجهزة لهذا الخصوص. الآلية بكل بساطة انه المريض احنا بنحقن، بنعطيه قطرة التهاب او بنعطيه نحط داخل العين نقطة بوفيدون يعني مضاد للالتهاب، وبعد قطرة تخدير ممكن نقطة ممكن اكثر من نقطة على حسب يعني الارتكاس المريض وألم المريض، وبعدها بنفتح العين بفاتح أشفان لحتى يضمن انه العين تضل مفتوحة، وبنحقن بسرنج قريب من سرنج الانسولين تقريبا بحدود 4 ملم من منطقة اللمية اللي هي المنطقة ما بين القرنية والصلبة. طبعا الموضوع بعد حقن بعد قطرة التخدير غير مؤلم ابدا، يعني بعض المرضى بس نخلص لهم الإبرة بيقولوا دكتور انا كنت كثير شايل همها وكثير خايف منها ما حسيت فيها نهائيا. لربما هو الشخص الخارجي بخاف انه انا كيف بدك انت تحط إبرة جوات عيني يعني. ولكن هو الموضوع مع شوية نقاش مع شوية تجارب من قبل أقارب من قبل زملاء الموضوع يصير يعني أهون شوي، ولكن الموضوع هو دقيق ولكن ما بيستدعي هالرعب الكبير يلي العالم عم تخاف منه. أكيد. طيب دكتور، في مجموعة من التوصيات أكيد حضرتك بتعطيها لكل الحالات اللي بحاجة لهذا النوع من الحقن الزجاجي، فغلنا نقول توصيات للمرضى قبل البدء والتوصيات بعد أيضا إجراء هذا النوع. تمام، الفكرة الأولى اللي حكيتها أنا قبل شوي، لابد لأي مريض حقن داخل الزجاجي لازم نقعد معه، لازم نشرح له الاستفادة من الحقن اللي هو عم ياخدها، لازم نشرح له آلية العمل، لازم نحكي له أنه هي الإبر ما بتعطي نتيجة رؤية فورية، بدها شوية وقت لبين ما تعطي نتيجة، بدنا يكون المريض بصورة أنه دائما الحقن المبكر والعلاج المبكر هو حجر الزاوية أو حجر الأساس بالاستفادة لسببين. عن احنا بعض المرضى اللي في عنده نزف في مركز الابصار، هذا النزف بعد فتره بصير في تليف بمركز الابصار. في حال انا ما عالجته قبل ما يصير تليف ما حياخذ نتيجه، لانه التليف ما بستفيد على الابر. شغله ثانيه، الوزمه لما تكون لفتره طويله هي الوزمه بتضغط على المستقبلات الحسيه بالشبكيه، فلذلك هي المستقبلات الحسيه كل ما انضغطت اكثر كل ما ماتت الخلايا العصبيه اكثر، وهي الخلايا العصبيه خلايا نبيله خلايا حساسه ما بقى تتجدد مره ثانيه، فلذلك اللي راح بمركز اللطخه الصفراء ما بقى يرجع والتليف ما بقى يستفيد. فلذلك كثير بركز انا على موضوع التبكير بالعلاج، انا مجرد ما انه الطبيب حكى لي انه انت بدك حقن ما في مانع انه انا اخذ راي ثاني، ولكن مجرد ما انا استقر الراي على انه بدي حقن لازم انا ما اتاخر بالموضوع لانه انا خايف من هذا الموضوع، خاصه انه الطبيب طمني مره ومرتين وثلاثه وما رد على كلام الناس يلي بيقول انا اخذت ابر وما استفدت، انا اخذت ابر وبعد شهرين اخذت ابره، انا الابره بالعكس اخذتها وتراجع النظر، ما في هيك شيء ابدا ابدا. الموضوع الثالث اللي بدي اقوله انه هذا الموضوع بيلزم مراجعه دوريه، يعني انا المريض مثلا كتبت له كورس للإبر، ثلاث إبر بده ياخذها بفاصل شهر بين إبرة والثانية، أخذ إبرة وغط، هلا بعد ما جاب شهرين ثلاثة بدي بلش له من أول وجديد، يعني أنا ما استفدت من الإبرة هي اللي أخذها، فلذلك الموضوع بده وعي من المريض، بده مراقبة دورية، بده ضبط صارم لعوامل الخطورة، وبده وعي من المريض ومناقشة بين الطبيب والمريض على آلية الإبرة، لأنه الإبرة أول شيء مثل ما حكينا لكم ما لها سحر، يعني هي الإبرة ما تتخيل الواحد إنه بياخذ إبرة خلص راحت معه طول العمر، وما يتخيل إنه أخذ الإبرة خلص تحسن رؤيته مباشرة. هذا الموضوع لازم إحنا نوعي مريضنا فيه بشكل متكرر، ولازم دائما نحطه بالخيارات العلاجية الثانية، أنت بدك مثلا أرجون ليزر إضافي، أنت بدك مراقبة، أنت بدك قطرات، أنت بدك حقن إضافية، هذا الموضوع لازم دائما يكون بصورة الـ يعني بالحسبان عند المريض. كمان يعني بده التزام، وفي مرضى ممكن ما خرجها لا تلتزم لا بجلسات أوبر ولا حتى إنه تقدر حتى تأخذ حقن داخل العين، في علاجات بديلة للحقن؟ تمام، هلا مبدئيا صراحة للأشخاص اللي حضرتك حكيتي عنهم، في مرضى غير مطوعين أبدا على الحقن وبيخافوا موضوع الحقن، أو أحيانا بصير في عنا بعض يعني الأمور بعد الحقن، مثل أحيانا بصير في عنا نزف تحت الملتحمة بيفشي حمار تحت العين، أو بيتألم المريض من الحقن، أو بصير في أحيانا عنده يعني هيك مثل الهالات قدام العين، فبيخاف المريض وما بقى يسترجي ياخذ حقن مره ثانيه. فلهدول المرضى للامانه صار في دراسات كثير، طبعا مو عنا برا، انه استبدال هي الماده الدوائيه اللي عم نحقنها جوات العين نحطها بسواغات معينه لحتى تمرق على الشبكيه من خلال القرنيه والعدسه، ولكن للامانه لحد الان هي المواد ما اتت نتيجه مثل ما الابر عم تعطي، علم بالاضافه لانه كثير غالي، فهي صراحه ما لها مناسبه عنا، لانه اول شيء غير متوافره للامانه، والشغله الثانيه كمان يعني نفوذيتها
او الفعاليه اللي عم تعطيها اقل بكثير من فعاليه الابر، وهي لساتها قيد التجارب. يعني برا عم يستخدموا لانه التامين مغطيه بشكل اساسي، اما هون المريض يعني هو اللي بيامنها، فالموضوع شوي رح يكون فيه عليه عبء مادي كثير. طيب دكتور، هل تتحسن الرؤيه بعد العمليه مباشره، ام انه ايضا بحاجه لمرحله استشفاء؟ مثل ما بنعرف العين عضو حساس ونبيل بالجسم، كثير ناس بتعمل عمليات بتقول انا مثلا ما شفت او ما تحسنت، وخصوصا عمليات الليزر وغيرها من العمليات. فهل نفس الشيء الحقن هلا احنا في عنا عمليات، للامانه في عنا عمليات بتعطي نتيجه مباشره مثل عمليه الساد اللي حكينا عنها او عمليه الليزك اللي حكينا عنها، وفي بعض العمليات او الاجراءات بتاخذ وقت لبين ما يصير في تحسن. انا لبين ما الماده الدوائيه يعني ترتشح ضمن الشبكيه وتعطي نتيجه بدها لا يقل عن اسبوعين. هلا بعض المرضى بيحسوا بالبدايه بيحسوا بشويه تحسن، ولكن للأمانة ما حيحس المريض بتحسن كامل إلا لبين ما يصير في عنا أسبوعين تقريبا لثلاث أسابيع، لبين ما تأخذ المادة الدوائية الفعالة تأثير على الشبكية. بالإضافة لأنه بعض المرضى ما بياخذوا نتيجة نهائية غير لبين ما يخلص الكورس اللي أنا محدد له إياه اللي هو ثلاث أبر أو أكثر. فلذلك النتيجة ما حتكون نتيجة فورية، ما حتكون نتيجة يعني واضحة جدا، ولكن المريض بده شوي يطول باله لبين ما احنا ناخذ النتيجة يلي احنا بنتمناها، وطبعا على المتابعة الدورية وضبط عوامل الخطورة. بعض الامور كلمة اخيرة بس، انه بعض العمليات ما بتحتاج يعني تعاون كبير من المريض، مثل العمليات اللي حكينا احنا اللي نتيجتها دغري بتبين، ولكن الأمانة هي الحقن داخل الزجاجي او الارجون ليزر هي بدها كثير ضبط عوامل خطورة للمريض، وبدها متابعة من قبل الطبيب والمريض وتعاون بيناتهم لحتى ياخذ النتيجة المطلوبة. أكيد بدنا نشكرك دكتور، وقتنا خلص معك لليوم. شكرا على كل النصائح والمعلومات اللي قدمت لنا. بتشكركم على هاللقاء الظريف، وإن شاء الله نقدر نوصل للمشاهدين شيء مفيد وممتع. شكرا لك شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا كثير.